كأساس للنوع، في قلة مدربين بالعالم يستخدمون انه يغيرون التشكيلة من 4 إلى 5 خانات بكل مباراة. احنا شفناها بكأس بآسيا كبطولة، يعني كل يومين تلعب مباراة، فما بالك تلعب تصفيات كأس العالم بفترات متباعدة. فكأساس أساسا وصل رسالة، هو ما أعرف ليش ما يقولها بصراحة، أنا دائما أقارنه بتصرفات ديشان مدرب فرنسا، أنه دائما يقول أنا مرتب فريقي على الفريق اللي راح أقابله، يعني مش اليوم ألاعب 11 لاعب أنه هم نفسهم لازم يروحوا أغير واحد ولا اثنين، أنا كل فريق أهيئ الأدوات أوظف الإمكانيات اللي عندي مع الفريق اللي راح ألعب فيه. كأساس من هذا النمط، احنا اليوم نيجي نقول كأساس ما مستقر، اسمح لي انا وجهه نظري، لا، هو عنده فكر معين يشتغل عليه على كل فريق. الدليل اليوم اللي شفناه انه هو نزل تشكيله مؤمن فيها، حتى لما قلنا انه هو يعني حاول يحافظ على الخط الدفاع وقوى الوسط، وكل اللي قرأوا التشكيله بالبدايه اغلب اللي نشروا بالسوشيال ميديا وبالاعلام قالوا خطه دفاعيه، لكن هو نجح لحدود معينه. ليش؟ انت قاعد تلعب مع لاعبين بداية الدوري المحلي، أنا كنت خايف من الشوط الثاني كثير. ليش؟ لأن أنت مهما تكون عندك إمكانية تحافظ وتلعب مع منتخب كوري تكتيك ومهارات عالية، أنت شفت شلون كان يلعب الكرة، مثلثات مربعات، منتخبنا بذل جهود كبيرة، هل ظهر الأداء اليوم بشكل مختلف، لكن توزيع الجهد وأنك تلعب 90 دقيقة بأرض الخصم وفريق مثل كوريا الجنوبية، هذه كلها عوامل مؤثرة. ترى هذه نفس العوامل هي اللي تأثر على حتى القرارات اللي بعضها احنا نعتبرها خاطئة، اذا كان بتحركات اللاعبين وتغيير مراكز اللاعبين اثناء المباراة، انك تجي الشوط الثاني تقول انا احمل الدفاع الحالة المسؤولية. اتفق معك علي فايز جامن مثلا منافسات غير، يعني خلينا نقول منافسات غير جادة، يعني كان يلعب مباراة بسيطة تمارين، ما دخل منافسات يعني نقول يعني حقيقية وجادة انك تجيب اليوم تلعب اساسي. لكن علي فائز ما انكشفت عيوبه الا لما القدامه بذلوا جهود كبيره، وصلنا مرحله حتى لياقيا انت بعد ما راح تقدر تحافظ، يعني احنا ما راح نتهم انه اللياقه مو زين، لكن الجهود اللي بذلوها هو اكثر من امكانيات لاعبينه، ولهذا كل ما كان يمشي الوقت كانت اخطاء نزيه. في اشياء احنا لازم نكون واقعيين، ما نقول كاساس ايش ما يفهم. احنا انا قلتها سابقا اذا اسمحوا لي، أنا دائماً قنعت بهذا المنتخب اللي صار وبهذه تصفيات كأس العالم الاستثنائية اللي 48 فريق كاتحاد قدم وكمعنيين باتحاد القدم ورياضيين وإعلاميين، إحنا شنو استراتيجية؟ أنا هذا الكادر الفني خلي أقول مؤمن معاكم إنه كادر محترم، لكن أنا لازم أبني استراتيجية، هذا إذا ما صعدني من ضمن 6 فرق اللي راح تصعد مباشر أنا استراتيجية فشلت معاه. فأنا ما أجي اليوم أقول للكاساس تعال، أنا أعطيته سنتين يشتغل بكيفه وآمنت بفكرة أنه يغير كل مباراة. إحنا لا نتكلم اليوم أخوي أبو مصطفى، أنت لا تقول لي والله غير فلسطيني للآن، ترى كل تاريخه معانا ما لعب بتشكيلة ثابتة نهائي ولا حتى فرق لاعبين، كلها 3 إلى 5 إلى 6. فما نجي اليوم نكحل ولا ندافع على سياسة هو أوردي مؤمن فيه، ليش ما نتفق معاه؟ هو هاي سياسته تحمله، أنا متحمل. ليش؟ لأن أنا مؤمن أنه وصول كأس العالم سهل، لكن أريده من ضمن 6، ما أريد يوديني مرحلة ثانية، مرحلة ثانية أصعب وأنت تعرفي.